السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد مباراة المنتخب المصري والمنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تحتضنها دولة الكاميرون والقنوات المجانية والمدفوعة الناقلة لهذه المباراة. تجرى المباراة بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي اليوم الأحد 6 فبراير 2022 على ملعب باول بيا ستاديوم في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية. ويرتقب نقل هذه المباراة بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي على مجموعة من القنوات، سواء القنوات المدفوعة أو القنوات المجانية. وتبقى أبرز القنوات الناقلة قناة بين سبورت ساش دي واحد ماكس بتعليق المعلق المصري علي محمد علي، وقناة الجزائرية الأولى الأرضية المجانية والموجودة على قمر نايل سات، وأيضا قناة تي اي واحد الكوت ديفواريا، وقناة ار تي ام الماليا، وقنوات سبورت كلوب، وقناة سبورت ديجيتال.